في ظل التمييز وغياب المساواة وضعف القوانين الرادعة، المهمشات يتحدثن عن همومهن وقضاياهن في برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل ثلاثاء الساعة 1 ظهراً ويعاد الأربعاء والخميس الساعة 8 مساءً. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أرحب بكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية على الهواء مباشرة عبر شبكة وطن الإعلامية في هذه الحلقة الخاصة من برنامج نساء مؤثرات بعنوان المشاركة السياسية للمرأة، حيث أنه بصفة عامة تمثل النساء أقلية في كل مستويات الحكم واتخاذ القرار، ولكن في بعض الحالات ظهر أن النساء هن الأغلبية في الوظائف العادية في الإدارات المحلية الدنيا، الشركات، المدارس الابتدائية ورياض الأطفال. فما هي حقيقة هذا الواقع وأسبابه؟ وما هي تداعياته؟ وكيف لنا أن نساهم في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية؟ أعزائي عزيزاتي، لدق باب هذه القضية أستضيف معي في الأستوديو كل من الناشطة الشبابية رانيا سعسع والناشطة الشبابية حنين سليمة، أهلا بكم. أعزائي عزيزاتي المتابعين، يمكنكم المشاركة والاتصال بعد 10 دقائق من الآن على الرقم الذي يظهر في أسفل الشاشة. نعم، بداية ضيوفي الكرام، دعونا نحدد مفهوم المشاركة السياسية بشكل عام، ومن ثم الحديث عن المشاركة السياسية بشكل خاص للمرأة الفلسطينية. رانيا تفضلي. تمام، شكرا عزيزتي. مفهوم المشاركة السياسية تعددت المصطلحات وتعددت المفاهيم إله، ولكن باختصار هو مشاركة المواطنين العاديين، أو هو النشاط اللي بيكون فيه المواطنين العاديين سواء كانوا أفراداً أو جماعات لصناعة القرار السياسي في الحكومة أو لتغيير السياسات العامة في الحكومة أو في الدولة، مثل ما حكينا سواء كانوا فرد سواء كانوا جماعة، كان هذا النشاط منظم أو غير منظم، حتى إذا كان فعال أو غير فعال. وبرجع للمشاركة السياسية، الدور الأساسي اللي برجع لها هي التنشئة السياسية لأي مجتمع موجود فيه، لو مدى الثقافة السياسية، مدى الثقافة الاجتماعية، ومدى الوعي المجتمعي تجاه النشاط السياسي. كمان المشاركة السياسية للمرأة، هون احنا بدنا نحكي عن تواجد المرأة في مواقع صناعة القرار ومدى مشاركتها في صناعة القرار ومدى تأثيرها، هل تأثيرها قوي، تأثيرها ضعيف. برضو برجع لمشاركة المرأة السياسية لمدى وجود الحرية والديمقراطية في أي مجتمع. نعم، يعني عند الحديث عن مشاركة المرأة السياسية، ما هو تشخيص تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية برأيك حنين؟ تمام، هلا لما بدنا نحكي عن مشاركة المرأة السياسية، رح يعني مشاركة المرأة السياسية في المجتمع الفلسطيني أو في السياسة تعددت وتنوعت بتطور القضية الفلسطينية. مثلا بداية كانت المرأة الفلسطينية مشاركة في المؤسسات النسوية والمؤسسات الخيرية والمساعدات وتقديم الخدمات، ثم شاركت في بداية الخمسينات مع الأحزاب السياسية، مثلا حركة القوميين العرب كانت النساء مشاركة في مثل هذه الأحزاب السياسية. ثم إجت منظمة التحرير الفلسطينية في بداية الستينات في 64، وكان في للمرأة الفلسطينية دور وشاركت فيها، على الرغم من أنه كان في لها مشاركة ضعيفة، تمثيل ضعيف، لكن برضو أيضا كان في لها تمثيل قوي في المظاهرات والمسيرات، دور فعال جدا. أيضا ثم جاءت السلطة الفلسطينية وشاركت المرأة الفلسطينية في الانتخابات والتصويت والترشيح، لكن هذا الدور لم ينعكس في الأدوار السياسية. كان هناك فجوة كبيرة بين الدور النضالي اللي قامت فيه المرأة الفلسطينية وبين وجودها في مراكز صنع القرار. نعم، يعني هذا الواقع ربما يطرح تساؤلات من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومستوى أدائها ومدى قدرتها على التأثير أيضا في الحياة السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني. على صعيد الأحزاب السياسية، تكاد المرأة تكون مغيبة عن المراكز القيادية العليا في الأحزاب السياسية، وربما لا يتجاوز عددهن الواحدة في الحزب، وتكون مكلفة بشؤون الأسرة وشؤون العائلة. السؤال الآن، هل هذا يعني أن الرجال أكثر معرفة ومهنية سياسية من المرأة رانيا؟
ابدا عدم تواجد المراه في مواقع صناعه القرار مش ناتج عنها انه ضعفها سياسيا او ضعفها ضعف ثقافتها السياسيه وانه الرجل اقوى منها، لا ابدا. بترجع على عده اسباب عدم تواجدها، من اهمها احنا خلينا نختص بالمجتمع الفلسطيني انه عدم وجود المرأة في مواقع صناعة القرار بترجع لطبيعة المجتمع. حكيت في البداية عن المشاركة السياسية، هي بترجع للتنشئة المجتمعية بالأساس، فمش دائما المجتمع هو بتقبل وجود المرأة في صناعة في مراكز صناعة القرار أو المراكز العليا اللي فيها كتير قرارات ممكن تأثر على الدولة وعلى المواطنين. زي احنا ما بنعرف برضو احنا في المجتمع الفلسطيني هو مجتمع بطريركي، مجتمع أبوي، دائما القرار في ايد الرجل. ف خلص صارت عندنا صوره تم رسمها، تم ضخها بالاذهان انه المراه لا تصلح لهذه المواقع، موقعها الاسره، تربيه اطفالها فقط. وبترجع انه يعني لتفسيرها انه المراه عاطفيه، ف يعني هذا التفسير نراه موجود أيضا داخل الأحزاب السياسية وفي مواقع القيادات العليا زي ما ذكرنا في الأحزاب السياسية. ما بنشوف أنه نساء زي ما ذكرت أنه بسبب هذه النظرة المجتمعية. صحيح، سواء أحزاب سياسية سواء يعني وزارات أو يعني في أي طبقة من الطبقات المؤسساتية والحكومة، هي نظرة واحدة، نظرة الرجل للمرأة هي نظرة واحدة، نظرة إنها مواطن درجة ثانية، إنها غير قادرة، إنها عاطفية ولا تصلح. نعم. لوحظ مؤخرا في انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في 2021 أن القوائم الانتخابية كانت في معظمها هي قوائم ذكورية، والمرأة الفلسطينية احتلت يعني ربما الرقم الخامس في معظم هذه القوائم. برأيك حنين، هل هذا سيؤثر على تفضيل الرجال على النساء في مواقع صنع القرار وفي الحياة السياسية بشكل عام؟ بالطبع أكيد يعني راح يأثر، وإضافة للأرقام اللي حكيتيها في القوائم الانتخابات الأخيرة اللي صارت الانتخابات المحلية المرحلة الأولى، كان في امرأة واحدة بتترأس القائمة و28 قائمة فيهم المرأة بتيجي في المرتبة الثالثة اللي هو حسب القوانين. وهي الأرقام كلها بتدل على أنه لسه المجتمع الفلسطيني لا يثق بتمثيل المرأة بالسياسة ولا يعنى فيها، يعني هو غير معني أنه المرأة تكون موجودة بالسياسة. دليل على الأرقام، دليل على أرقام وجود أو دليل على وجود النساء في القوائم، على الرغم من أنه يعني في إلها التمثيل لكن ضعيف جدا، لا يذكر بسبب أنه المجتمع لا يثق بقيادة المرأة، على الرغم أنه مش مجربها كثير. حتى لما كمان المرأة تكون موجودة داخل القوائم وإحكي افرضي أنها أخذت مواقع و مقاعد، ما بيكون تمثيلها داخل الحزب أو داخل مراكز صنع القرار قوي، لأنه تمثيلها بيكون يعني ما في قوة نسائية ضاغطة، ما بتقدر تفرض أنه الحزب يتبنى قضايا نسائية مثلا بسبب التمثيل الضعيف للمرأة. نعم، يعني هذا الحال غير مقبول، ولكن كيف لنا أن نغير هذا الحال؟ بمعنى ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الواقع للمرأة الفلسطينية رانيا؟ ذكرت وبرجع أذكر بشكل موسع أكثر، العادات والتقاليد، النظرة للمرأة، النظرة الدنيوية للمرأة وكونها اعتبارها مواطن درجة ثانية في المجتمع الفلسطيني. نعم. المجتمع البطريركي أو المجتمع الأبوي اللي دائما في أي قرار حتى داخل الأسرة نفسها، داخل الأسرة الصغيرة أي قرار بيكون بإيد الرجل أو بإيد الولد الأكبر في الأسرة. والعادات والتقاليد اللي هي احنا بنحكي انه في عادات وتقاليد هي ايجابيه، وبنفس الوقت في عادات وتقاليد هي سلبيه ولا تتناسب الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه. كمان عندنا القوانين الفلسطينيه بسبب عدم تغيب المجلس التشريعي، ما في تجدد للقوانين، والقوانين الموجوده حاليا واللي بتم يعني بنعمل دعوات انه يتم اقرارها لسه ما تم اقرارها، فكثير يعني هاي الاسباب بتاثر على النظره للنساء في المجتمع الفلسطيني. يعني رانيا اللي هي فكره ان المجتمع الفلسطيني ربما لا يتقبل فكره انخراط المراه الفلسطينيه في الحياه السياسيه وفي مواقع صنع القرار، ولكن السؤال هل ان المراه الفلسطينيه ايضا تدعم وجود امراه اخرى مرشحه مثلا لمناصب صنع القرار؟
تمام. هسا المرأة سواء بتدعم المرأة أم لا، هي بترجع لطبيعة الشخص نفسه. يعني يوجد نساء يدعم النساء ويوجد نساء لا يدعم النساء. كمان يوجد رجال يدعم رجال ورجال لا يدعم رجال، أو رجال يدعم نساء ورجال لا يعني يدعموا ولا يدعموا. ترجع لطبيعة الشخص ولطبيعة هذا الدعم وشو نوعه وين يعني موجود. نعم. يعني مثلا إذا بدنا نحكي عن الانتخابات الأخيرة اللي صارت، وبنعرف إنه في نساء نزلن بقوائم، يعني نساء قائمة كاملة إنه موجود فيها نساء حصلن على الدعم من مؤسسات، حصلن على بعض الدعم من مثلا رجال من نساء أخريات، وبنفس الوقت في نساء ما دعمنهن، لأنه برضو المجتمع والعادات والتقاليد والفكر اللي موجود من قبل لليوم أثر على المرأة نفسها، إنه صار فكرها هيك، إنه ثقتها بنفسها، قلت الثقة في نفسها، وإنه خلص هاي مرأة ما هي مش قادرة، ليش بدي أروح أنتخبها، الزلمة أحسن من المرأة. فهاي النظرة للأسف لساتها موجودة، طول ما هي موجودة بضل عنا هاي الخلل. فالمرأة تدعم المرأة، نعم، ولكن يعني اغلب النساء لا تدعم المرأة، يعني النساء لا تدعم النساء، بترجع لطبيعة الشخص نفسه، لطبيعة زي ما حكيت في البداية، ولطبيعة المنصب او لطبيعة القرار اللي بدها تدعمها فيه. نعم. يعني هل هناك رؤى استراتيجية تدعم وجود المرأة في مواقع صنع القرار؟ هل هناك أنشطة سياسية حزبية مؤسساتية تولي النساء الاهتمام وتدعم وجودها في الحياة السياسية برأيك حنين؟ يعني بدي احكي انا على مستوى الشباب، بما اني انا من الشباب حاليا عم بشوف انه صار في اهتمام شوي في المراه وفي تثقيفها سياسيا على مستوى الشباب، وفي حتى في مبادرات الشبابيه صار عم بيهتموا انه يحطوا قوانين للنساء، يهتموا في قوانين النساء او مشاركتها مجتمعيا، مش ليس فقط بالسياسه، يعني في كل مجالات الحياه. بالنسبه للاحزاب، يعني مع حديثي مع اصدقائي في الاحزاب والفصائل المختلفه، انه ما في البرامج السياسية ما بتتبنى القضايا النسائية بشكل كافي، وبسبب الانقسام السياسي والاحتلال صارت قضايا النساء مهمشة، فما في استراتيجيات واضحة داخل الأحزاب السياسية بتخص النساء أو بتدافع عن قضاياهم. لكن على المستوى الوطني، فلسطين مثلا مصدقة على قرار 1325 يلي هو بحث على زيادة مشاركة المرأة في السياسة والأمن والسلام ومفاوضات السلام الداخلية من فتح حماس ومفاوضات مع الاحتلال. كمان قانون القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يعني موجود في قوانين موجودة. نعم. بتحث على مشاركة المرأة سياسيا ومجتمعيا، لكن في فجوة في التطبيق. لا، في قوانين رائعة بتجنن شكرا لهم، بس ما في تطبيق. إحنا من نادي ومن طالب إنه يكون في مساءلة قانونية على هاي القوانين عشان أساس إنه إحنا نشوف ثمرتها، يعني مش بس نسمع قوانين ماشي شكرا لكم وحاطين قوانين جميلة، بس بدنا تطبيق، يعني بدنا نشوف ثمرة جهودهم. نعم. إذا برأيك ما هي آليات المواجهة في هذا الواقع؟ لو نشتغل على البيئة نفسها، الأسرة، يعني الأم ما تربي ابنها إنه هو أحسن أخته. نعم. لما تطلع البيئة البنت الطفل أو الشاب زي البنت، راح في المجتمع يشوف إنه بيعملها طبيعي، يعني لما يجي يعمل واحدة زميلته أو واحدة بتصنع قرار مش راح يعملها بشكل دوني زي ما إحنا بنشوف هلأ. كمان الإعلام لسه بكرس الأدوار التقليدية للمرأة، المناهج التدريسية لسه بتكرس الأدوار التقليدية للمرأة، فإحنا من نادي إنهم يبثوا قديش إنه المرأة عظيمة، وقديش إنها بتقدر تقدم، وقديش إنها بتقدر تكون صانعة قرار. نعم. هل هناك آليات مواجهة أخرى لهذا الواقع برأيك رانيا؟ طبعا أكيد، إضافة للي حكته زميلتي حنين، أهم شيء برأيي هو تفعيل المجلس التشريعي والذهاب نحو انتخابات تشريعية، لأنه المجلس التشريعي هو القادر على سن وإقرار قوانين منصفة أكثر للنساء. كمان عنا يوجد كثير من المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة للنساء واللي بتعملها على تمكينها وتنميتها، إنه هاي المؤسسات تعمل بجهود حثيثة أكثر وبجهود فعالة لدعم وتمكين النساء. نعم. والعمل على تنميتهن أكثر، وإحنا كشباب برضو نضلنا في بيئاتنا، يعني كل حدا في بيئته يدعم أكثر وجود النساء. لو نبلش من الأنشطة البسيطة، فهي الأنشطة البسيطة بتصير أنشطة أكبر ثم أكبر ثم أكبر. نعم. الآن لدينا اتصال هاتفي، تفضل. هلا، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا هلا. معك أستاذ بيرم غزال. أهلا وسهلا، تفضل. صراحة أنا دعمي مداخلة بسيطة، إنه إحنا كيف ممكن نساهم في تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية.
نعم. احنا بدايه لما نحكي عن المشاركه السياسيه دائما نحكي عن عدل القوانين الانتخابيه. نعم. ومنلاحظ انه النساء في وطننا دائما بيحاربوا من نظام الكوتا، انه قانوننا الانتخابي ينص على انه يكون نظام الكوتا. انا بقول انه احنا لما نعمل اي اجراءات خلال نعزز مشاركه المراه لازم نحافظ على نظام الكوتا او نعمل على تطويره، بحيث انه احنا كواقع او ثقافه عربيه احنا حاليا يمكن يكون في احنا مشكله في تعزيز دور المراه في العمل السياسي، ولكن اذا احنا عززنا موضوع الكوتا وبدانا في مرحله انه نعزز التنشئه الاسريه ومن خلال المدارس قديش اهميه المراه في العمل السياسي، بعدها ممكن احنا نطور انه نلاحظ في فرق كبير في مشاركه المراه في العمل السياسي. شكرا لك على هذه الإضاءة، وسوف نطرح هذه المداخلة ونجيب على بعض التساؤلات. يعني هذا مواطن باختصار يتحدث أن هناك بعض آليات المواجهة لواقع حال المرأة الفلسطينية، وذكر أن هناك نسبة كوتا فلسطينية إذا طبقناها حسب ما هو يقول طبقناها أو ربما نرفع نسبة هذه الكوتا قانونيا سوف يتحسن حال مشاركة المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع رانيا؟ تمام. الكوتا النسائية هي شجعت وعملت على إدخال النساء في مواقع صنع القرار، ولكن مش بالطريقة الفعالة، مش بالطريقة المطلوبة. أنه وجود كوتا نسائية عملت على ضمان وجود النساء في مواقع صناعة القرار، ولكن تطبيقها للأسف تطبيق الكوتا النسائية هو تطبيق غير جيد أو مش المتوقع منه. يعني عندنا الكوتا النسائية هي تمثل 20%. نعم 20% تحدثنا. 20% الكوتا النسائية الموجودة حاليا هي الحد الأدنى وليست الحد الأعلى، ولكن نعم. احنا بتم استخدامها كأنها هي الحد الأعلى الموجودة. فإنه وجود مثلا القائمة من 15 شخص، وجود أول خمس أسماء هي اللي تكون نساء وثاني خمس أسماء نساء، يعني يكون ضمنهن امرأة، وثالث خمس أسماء يكون ضمنهن امرأة، مش بالضرورة إنه يكون مثلا في القائمة ثلاث نساء. نعم. يكون أربعة، يكون خمسة، صحيح. يكون ستة، القائمة كلها نساء, نساء. صحيح. فهذا الإشي يعني بيعمل على تشجيع النساء أكثر إنه لخوض المعترك السياسي. نعم. وكمان للأسف إحنا أغلب وجود النساء في القوائم هي وجودها شكليا لضمان إنه القائمة يتم قبولها، ما بتطلعوا كثير، مش الكل بتطلع على الكفاءة أو بتطلع على القدرة بقدر ما بتطلعوا إنه خلاص حتكون عندنا في هاي القائمة امرأتين ثلاثة فقط، إنه لا يتم قبولها للجنة الانتخابات. نعم. يعني طبعا هذا واقعنا مع الأسف. وكمان وجودها في القائمة نفسها في أسماء متأخرة بمنع وصولها أو بمنع مشاركتها الفاعلة في أي موقع صناعة قرار يتم انتخابها أو يتم إنجاح هاي القائمة فيه. نعم. الآن أعزائي المشاهدين إليكم بعض المعلومات التي ربما تكون صادمة حول واقع حال المرأة الفلسطينية في العديد من مواقع صنع القرار وفق مسح أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني للعام 2020. امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ. 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية رجال مقابل 9% فقط منهم نساء. 81% من القضاة ذكور مقابل 19% منهم إناث. 99% من السفراء ذكور مقابل 1% فقط إناث. 5% فقط إناث عضوات في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 11% فقط من النساء عضوات في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. 13% من النساء في مجلس الوزراء. وهناك 3 رئيسات بلديات مقابل 97 رئيس بلدية رجل. يعني عودة لكم ضيوفي الكرام، هذا واقع حال المرأة الفلسطينية، لكن برأيكم في حال استمرار هذا الحال ما هي تداعياته أو ما هي نتائجه رانيا؟
تمام، زي ما نشوف الأرقام هي متدنية جدا لنسبة مشاركة النساء، وإذا واقع الحال بقي كما هو راح تظل هاي النسب متدنية ويمكن لسه تصير متدنية أكثر. يعني هنا ممكن نلاقي 1% 11%، ممكن إذا ظل الوضع الراهن كما هو عليه ممكن نلاقيها 5 و4 في تراجع مستمر. برضو للنساء أو المرأة نفسها لما تشوف إنها مهمشة ودورها مهمش ووجودها يعني وجودها أو غير وجودها هو واحد، فهي نفسها نفسيا رح تصير تتراجع. فبصير دور النساء تقريبا شبه مختفي. كمان احنا المجتمع الفلسطيني هو مجتمع يعني نسبة النساء فيه نسبة عالية، فاتخيلي يعني عندنا طبقة او فئة نسبة عالية ما فيش مين يمثلهم. شو ما كان وضع النساء دائما يعني ممكن كامرأة تمثل نساء أخريات، هن تقدر توصل احتياجاتهن بطريقة أكثر ملائمة من مثلا أنه يكون رجل. كمان إذا بضل الواقع هيك الفكر والثقافة الذكورية والمجتمع الأبوي راح يضل مثل ما هو موجود وراح يتعزز بزيادة، ويمكن كمان الوضع يتطور أكثر ويصير وضع المرأة داخل الأسرة وداخل المجتمع اجتماعيا اقتصاديا سياسيا وضعها راح يتدهور ويصير للأسوأ. فإحنا لازم يعني نتجه باتجاه نرفع هاي النسب، نرفع من المشاركة، نعزز من وجود المرأة عشان ما يصير عندنا تدهور ونرجع لورا بدل ما نقدم لقدام. نعم، يعني في حال استمرار هذا الحال هل تعتقدي حنين أنه ستكون المؤسسات السياسية والحزبية قادرة على التعبير عن مصالح النساء وضمن خططها واستراتيجيات عملها مستقبلا؟ مش بالقدر يلي بتحتاجه المرأة. يعني احنا فيها عم نشوف أنه التركز الذكوري داخل الأحزاب بيمنع إنهم يتبنوا قضايا نسائية، بس بالعكس يعني عم بنساقوا وبنقادوا للموروث الثقافي والمجتمعي، وعم بحطوا النساء داخل الأحزاب في مواقع بتتناسب مع دورها في المجتمع، مع دورها الأنثوي كأم وكمساندة وكداعمة للرجل وليس كشريكة. وحتى لما بدهم يعطوها يعني دور في، حتى لما بدهم يناصروا قضايا النساء بتكون على خجل، يعني مش زي لما تكون في قوة نسائية بتطالب في قضايا عادلة مع النساء، أكيد رح تكون النساء مؤثرة أكثر من لما إنه الرجال اللي يطالبوا فيها. نعم، الآن لدينا اتصال هاتفي. ألو، أهلا. مرحبا. أهلا يا هلا، تفضلي. أول شيء بدي أحكي إنه نحن ما زلنا عم في تراجع لدور النساء بالمجتمع أو بمنظمة القرار العليا. ولكن أنا اللي بدي أسأل للضيفات بما إنهم ناشطات شبابيات، إنه بدي أسأل إيش إحنا دورنا كشباب أو كناشطين شباب بالمجتمع لزيادة مشاركة يعني أقراننا من الشباب للضغط على زيادة وتمكيننا بصناعة القرار. هل بدنا نسكت إحنا ما يكون لنا وجود؟ والأستاذة رانيا كانت عم تحكي عن تراجع، وربما تراجع للنسبة أقل بزيادة، يعني إنه النسب قليلة ولكنها عم تتدنى. نعم، شكرا على هذا الاتصال وسوف نجيب على سؤالك. يعني هذه مواطنة تسأل أنه ما دور الشباب في مواجهة هذا الحال، أو ما دورهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية برأيك حنين؟ يعني زي ما حكيت سابقا أنه حاليا عم بشوف الشباب بيعملوا مبادرات، بيعملوا مشاريع، مثلا أنا دخل بست مشاريع كلها عم نوصلت قضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. فعم بشوف أنه إحنا عم نكون في دورنا ألم فيها، يعني حس الجيل تبعنا أوعى كتير من الجيل اللي كان قبله. عم نعمل أفلام وثائقية، عم نعمل مبادرات، دورات، ورشات. كلها بتدعو على تثقيف وتمكين المرأة وتمكين مشاركتها في المجتمع، فبظن إنه الشباب عم بيشتغل. نعم، يعني هل لديكم رسائل للمتابعين والمشاهدين في هذا الموضوع رانيا؟ طبعا أكيد، بداية إنه إحنا ما نفقد الأمل.
خاصة إيش الفئة الشباب، خلي يعني الطاقة الشبابية دائما هي تكون هي المحرك الأساسي خاصة لمجتمعنا الفلسطيني، لأنه هو مجتمع فتي ومجتمع نسبة الشباب فيه عالية. دائما نخلي الأمل موجود بالتغيير وما نستسلم. نعم. شو ما كانت في عقبات، أكيد في عقبات إحنا بنواجهها، ما نستسلم ونضلنا يعني حاطين هدف قدامنا وعشان نوصل له. كمان إحنا كشباب دائما ندعم وجود النساء، يعني نحاول نتحرر من الموروث الثقافي، من الفكر الأبوي، نتحرر شوي منه، نفكر يعني نضع حالنا مكان النساء أقل من فيها في بعض القضايا، والنساء نفسهم برضو يكونوا ضغط، يعني يكونوا ضغط ويكونوا مناصرة لقضاياهن ولاحتياجاتهن. واحنا في يعني في فلسطين حاليا في مرحله الانتخابات، خاصه الانتخابات المحليه، بتوقع هاي فرصه كثير كبيره لاي امراه حابه انها تكون في مركز صناعه قرار، انها تنشئ قائمه وتكون على قدر كافي من المسؤوليه وعلى قدر كافي من الكفاءه، وتثبت حالها هي والمجموعه من النساء اللي بيكونوا معاها. نعم، هل هناك توصيات لأصحاب القرار حنين؟ يعني أنا لي توصيتين لأصحاب القرار وللمرأة نفسها. أصحاب القرار بدي أحكي إنه الأحزاب السياسية هي بوابة المرأة للدخول لمراكز صنع القرار، فلو يعني زيادة تعزيز المرأة والبرامج الأحزاب، تعزيز قضايا المرأة داخل برامج الأحزاب السياسية، وأيضا دعمها في النظام السياسي، كمان المرأة نفسها تثق بنفسها وتقدم نفسها كشريك للرجل وليس كمساندة أو داعمة. نعم، يعني في ختام هذه الحلقة أعزائي عزيزاتي أتقدم منكم بالشكر على المتابعة، كما أشكر ضيفتي الحلقة الناشطة الشبابية رانيا صعصع والناشطة حنين سليمة. إلى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد، دمتم في أمان الله. هذه تحياتي هديل صلاحات. في ظل التمييز وغياب المساواة وضعف القوانين الرادعة، المهمشات يتحدثن عن همومهن وقضاياهن في برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل ثلاثاء الساعة 1 ظهراً ويعاد الأربعاء والخميس الساعة 8 مساءً.